لا يمكن رجوع لأي شخص كان إذا ما في أمان واطمئنان بالبلد. دمر الحجر، دمر البشر، ما في كائن حي صفى بالمنطقة. يعني الأرض، يعني بترجع لأرضك، على وطنك، على بيتك، بدك تكون في أمان، في اطمئنان، في ضمانات للعودة. أما بترجع لأي أساس بك ترجع أنت؟ يعني والله نتمنى نرجع لبلادنا يابا، بس ما ضل أمان نرجع لبلادنا. هذا مثل ما قالوها، ما ضل غير الموت والمفارقة عن أراضينا. وجينا بيدينا طلعنا برواحنا، هالتوبة لابسينه والحمد لله. والله لو نعرف في أمل كان رجعنا، بس ما في أمل. وتعرف أنت يعني ما ظل لا بيت ولا حيط ولا ظل شيء الواحد يرجع عليه. لا فرش لا حصر، مواسم الزراعية أكلوها، السجر أكلوها، قصوا السجر، ما خلوا شيء عايش. إذا ما رجعنا رجعة عز ما بدنا الرجعة. لا بفضل نبقى بخيمتي، ما برجع النظام الفاجر اللي هتجربنا بيوتنا ودمر بيوتنا كلياتها. يا الله يا أخي، يعني لو بدنا نرجع النظام ما طلعنا، هاي أول سالفة. ومن الصعب إنه نرجع، يعني حتى لو مو بس بخير، لو بس بشادر يعني ما بنرجع، مستحيل. لا يا أخي لا، ما برجع عليها، ما زال فيها نظام ما برجع.